السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية والله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. مقطعنا اليوم كيف نقدر نتحصل على جوائز البلاي ستيشن الجديدة، هشرح كل شيء بالتفصيل. فقبل ما نبدأ المقطع، أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك. خلينا نبدا بالتفاصيل. ابغاكم تركزوا معايا في المقطع هذا تمام، لاني انا مسويه على نظام صور علشان ما يطول المقطع. إن كان تذكر في السابق نزلت معنا هدايا مجانية، والهدايا المجانية هذه كانت في موقع لام الإمدادات، كانت في جوائز خاصة في لعبة فورتنايت، وكان في جوائز خاصة في البلايستيشن. في بعض الناس أخذوا الهدايا حقت فورتنايت، لأنك أول ما تخلص التحديات تأخذ الهدايا حقت لعبة فورتنايت. طيب هدايا البلايستيشن، هدايا البلايستيشن تأخذها بعد ما يخلص الموقع بستة أو سبعة أيام. طيب الآن خلص الموقع والآن بدوا يوزعوا الهدايا، في ناس وصلتهم وفي ناس باقي ما وصلتهم، فعادي يعني ممكن أنت توصلك بكرة بعد بكرة. تمام، أهم شيء أنك أنت خلصت الموقع وجاك الخط للأخير، يعني كده مكتمل للأخير. تمام، هيا أباكم تركزوا معايا تمام. الآن أول ما تدخل على البلايستيشن في الحساب اللي أنت جاتك الهدايا فيه في لعبة فورتنايت، يعني أنت مثلا عندك السوني في عندك 4-5 حسابات، الحساب اللي جات فيه الجوائز في لعبة فورتنايت هو نفس الحساب اللي حجيك فيه الجوائز حق البلايستيشن، ركزوا في هذا الشيء. تمام، طيب تيجي عند التنبيهات اللي هي عليها علامة التعجب، أول ما تضغط عليها حيجيبك على هذه الصفحة وحجيك رسالة جديدة من بلايستيشن مكتوب جديد، تضغط على الرسالة حيفك معاك نفس النظام هذا، حجيك رسالتين تختار أول واحدة اللي هي مكتوب لقد نجحت تم فتح المكافآت، أول ما تضغط عليها حيحولك على هذه الصفحة. طيب تنزل للين الأخير هيقول لك اضغط على زر الإكس، طيب تضغط على الإكس بعد كده هيحولك على الصفحة هذه. إيش تسوي؟ بس أشر على المتابعة، أضغط على المربع اللي مكتوب عليه متابعة، بعد كده هيحولك على الصفحة هذه، أكتب له أشر على التأكيد، بعد كده هيجيبك هنا يقول لك تم استبدال 7 عناصر. أنت ممكن هيجي يقول لك استبدال 5 عناصر 3 عناصر، لكن مو مشكلة، على حسب الجوائز اللي أخذتها هيكتب لك إياها. طيب سوي له متابعة، بعد كده حيجيبك هنا. الآن هذه هي جميع الجوائز. طيب الآن دحين أنت تبى تستخدم الجوائز، كيف هتستخدمها؟ هيركزوا معايا. الجوائز عبارة عن 6 صور وواحدة سطح المكتب. طيب خلينا نتكلم أول شيء على سطح المكتب. تروح الإعدادات، بعد كده تجي لين عند السمات، ممكن مكتوب عندك السمات وممكن أنت إذا إنجليزي شوف نفس الصورة وأشر عليها. بعد كده هيدخلك على الموقع، هنا مكتوب تحديد سمة أو يقول لك ظل خفي، أنت اختار أول واحدة اللي هي تحديد سمة. بعد كده هيجيبك هنا، طب هذه هي السمة اللي احنا أخذناها، أضغط عليها، أول ما تضغط عليها هتبدأ تحمل معك، مجرد أنه يكتمل معك الخط هتجيك نفس النظام هذا، هتطلع فوق، أول ما تضغط عليها هتنحط معك في سطح المكتب، صراحة مرة رهيبة وشكلها مرة خيالي. تمام؟ طيب الآن احنا هذه الجائزة اللي هي السيمة. طيب خلينا نتكلم عن الجوائز الثانية، عندنا 6 جوائز، ايش هنستفيد منها؟ الآن أوريكم. تروح إلى الإعدادات، نفس النظام الأول، أول ما تدخل على الإعدادات هيجيك أشر على اللي هي إدارة الحساب، بعد كده هيجيك الصفحة هذه اختار معلومات الحساب. طيب إذا أنت إنجليزي نفس الحكاية، يعني اختار الثانية. تمام، بعد كده هيحولك على الصفحة هذه، اختار ملف التعريف، بعد كده هيحولك على الصفحة هذه يقول لك شخصية كرتونية، اختار على المربع اللي مكتوب شخصية كرتونية، بعد كده هيحولك على الصفحة هذه. شايفين الصور اللي احنا اخذناها؟ هذه الصور اللي انت تقدر تحطها لصورة الملف التعريفي تبعك اللي في السوني. تمام، نفس النظام هذا، يعني اول انت ما تختار على الصورة، يعني مثلا اخترت مايبس كده، تختار تأكيد، بعد ما تختار التأكيد هيحولك هنا، هتنحط الصورة أمامكم شايفينها. طيب في طريقة ثانية هتكون مرة سهلة، تمام، بس أنا حبيت أوريكم هذه الطريقة علشان أنت لو تبى تغير صور ولا شيء. الطريقة الثانية إنك أنت أول ما يقول لك شكرا لك وأنت أخذت الجوائز خلاص تقدر تختارها، يعني مجرد إنك تضغط على المفك هتنحط الصورة على طول. عندك هنا برضو في عندك الخلفية، إذا ضغط عليها هتنزل معاك على طول، بعد كده تقدر تختارها على طول. هذه الطريقة إذا أنت تبى تحط حاجة واحدة، لكن إذا أنت تبى تغير اتبع التعليمات نفس النظام الاول اللي انا وريتكم اياه الان. فهمتوا كيف؟ هذا كل شيء كان عن جوائز البلاي ستيشن وكيف تقدر تاخذها وكيف تقدر تستخدمها. اذا انت وصلتك الرساله حق البلاي ستيشن
سوي الطريقة، إذا ما وصلتك انتظر يوم يومين لما توصلك، بعد كده تقدر تاخد الهدايا. وإذا عنده أحد أي استفسارات عن أي شيء ارسل لي في التعليقات، أنا أجاوب على كل التعليقات. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.